وطبعا عشان نتكلم اكثر عن مسلسل نوف يسعدني ان تكون معنا عبر الهاتف الممثله وبطله العمل ميس حمدان. كل عام وانت بخير ميس. مساء الخير حبيبتي، اهلين، اهلا وسهلا فيك، رمضان كريم عليك وعلى كل المشاهدين. اللهم امين. ميس، ابغاك تحكيني ايش قصه المسلسل وايش دورك اللي انت بتلعبيه في هذا المسلسل؟ شوفتي، لازم طبعا اذكر بالبدايه ان هاي اول تجربه لي بالدراما البدويه، وانا كثير فخوره وكثير سعيده بهاي التجربه، لانه بتعرفي انا اردنيه فلسطينيه الاصل، فكان هذا حلم بالنسبه لي من زمان انه انا اقوم ببطوله عمل في الاردن. يعني كان لي تجارب باللهجات الثانيه كثير، بالمصري، اللبناني، خليجي، فلسطيني، لكن البدوي كان تشالنج وحاطة عيني عليه من زمان، والحمد لله الله كرمني هاي السنة بنوف. نوف مسلسل بدوي قريب كثير على قلبي، لأنه شخصية نوف شخصية متناقضة، فيها كل التناقضات اللي بتكون موجودة بأي إنسان طبيعي. بنت بيخطفها شيخ قبيلة من أحد القبائل الشريرة، وهي صغيرة وهي ما بتعرف هذا، بيربيها بيكبرها على اساس انها تكون فارسه شديده الشخصيه جدا، قويه الشخصيه، بتخوض المعارك مع ابوها اللي هو طبعا ما بيكون ابوها، بيجعلها بتتصرف معها وبيربيها لانها تكون من رجال، من رجال، كانها بنت، بتخوض معها المعارك، بتبوق القبائل الاخرى، القوافل اللي بتمرق قدامها، شخصية قوية جدا، فارسة، تعلمت الجحود والحقد والمشاعر الجامدة في قلبها بسبب التربية اللي هي تربت. وكمان يا ميس، يعني رغم كل القسوة اللي تربت فيها نوف إلا أنها هي شاعرة وعاطفية، وهذا الشيء اللي حيبين بعدين يوم ما تلتقي بالحبيب، ومن هنا يعني رح تنقلب كل المعايير وتتغير الشخصية تماما. حلو، كيف شخصيه راح تصير تاخذ منحنى مختلف. احنا اكيد هلا بالخميس، هلا هلا بالخميس، ويكند عيار، هلا بالخميس، هاي يو ستول ماي ثينج يو سمن اب سلام.